السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام بكل خير، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج وظائف الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة وعبر قناة روتانا خليجية. حلقة جديدة من برنامج وظائف مشاهدينا الكرام، وسوف يكون لنا جزء للحديث عن الحملة التصحيحية، والجزء بالاعتراف بالمشكلة، أنه تعترف اليوم أن عندك مشكلة، كده بكون أنت وصلت إلى مرحلة الاعتراف بالمشكلة وبالتالي التصحيح. تابعوا إياكم أهم الفقرات لهذه الحلقة. تشاهدون في هذه الحلقة من برنامج وظائف أهم المنشطات الصحفية، وفي فقرتنا الرئيسة نتحدث اليوم عن ريادة الأعمال في السعودية وأهم المعوقات. أما في فقرة قول وفعل، الشركة المتحدة للأطعمة بيتزا إند تكون على قدر القول والفعل. وفي هذه الحلقة لنا وقفة مع قصص نجاحات البرنامج، عبد العزيز السوينة المشاهد الذي تحول إلى مراسل تلفزيوني. وأخيرا في كذا صح، تيسير المفرج يتحدث عن السرية. إذا المشاهدين تابعنا أهم الفقرات لهذه الليلة. مثل ما تحدثنا بداية الحلقة، اليوم لما تعترف أنه عندك مشكلة أساسية وتقول اليوم أنا عندي مشكلة، مثل ما فعلت مثلا وزارة العمل في الحملة التصحيحية وسموها حملة تصحيحية لبعض الأخطاء اللي موجودة، والحمد لله بينت اليوم عندنا مشاكل، من ضمنها مشاكل الثيوبين اللي كانت حديث الأسبوع الماضي وإلى الآن في طريقة التعامل معهم. بعض أيضا الشركات أو القطاع الخاص بادر بإعطاء الفرص للشباب السعوديين، والحمد لله يمكن من أول يوم بدت الحملة كثير من الجهات قدمت العديد من الفرص الوظيفية. خلونا نشوف صدى هذه الحملة التصحيحية في الجولة الصحفية واللي عدها الزميل إبراهيم الجهني وبتعليق الزميل محمد النظارة. مشكور، نتابع. يقول الناس دائما بأن الحياة فرص، وهذه الأيام يكرر المختصين ورجال الأعمال عبر الصحافة مقولة التصحيح فرص، وهذا ما صرح به رئيس اللجنة التجارية وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة محمود رشوان عبر صحيفة المدينة، بأن التصحيح يوفر 1,800,000 فرصة وظيفية للشباب والفتيات. والحديث عن نفس المقولة التصحيح فرص، كتب راكان الدوسري تقريرا عن الحملة التصحيحية والفرص التي ستفرزها هذه الحملة في سوق التجزئة والفراغ الذي سيتشكل في مهن مختلفة بسبب مغادرة المخالفين لبلادهم. ومن فرص التصحيح إلى حلول التوطين، والخبر الذي نشر في صحيفة العكاظ ويحمل عنوان التصحيح يكشف خطأ القطاع الخاص بإقبال السعوديين على الوظائف المهنية والفنية، ويذكر الخبر قيام مختصين بدراسة كاملة لما يقارب من 34 حلا لإنهاء أزمة البطالة بشكل نهائي في المملكة حسب المعطيات المتوفرة في الدراسة التي سيتم رفعها خلال الربع الأول من العام الهجري الجاري إلى عدة جهات حكومية معنية. وأخيرا نترككم مع ريشة رسام الكاريكاتير خالد، لعل أحدكم يجد جوابا لهذه المعادلة الطويلة، فكم طيرا بقي على الشجرة. كان معكم محمد النظارة. إذا مشاهدينا الكرام تابعنا الكاريكاتور الأخير يعني والجولة الصحفية، وفعلا اليوم لما تجي المقابلة شخصية يعني بعض المسؤولين الموارد البشرية يقولوها من الآخر ومن قاصرها اليوم ما في فرصة وظيفة، لكن تقعد تسأل أسئلة غريبة جدا وطرق، واليوم ما هي بعيدة عن التخصص، من حقك تسأل ومن حق أيضا الباحث عن فرصة وظيفية أن يجاوب على الأسئلة، لكن في حدود المعقول نبتعد عن موضوع الخبرات. لسه فريش الواحد متخرج من الجامعة نقول لك كم خبرتك اليوم؟ أنا ما أدري إذا كان في نظام في الجامعة أصلا يقول لا اشتغل وبالتالي قدم لنا خبرتك، فأتمنى فعلا أنه مسؤولي موارد بشرية ينتبهون لهذا الموضوع. ننتقل لموضوعنا الرئيسي وحديث ربما أيضا كان معنا كل حلقة، نتحدث على رواد الأعمال كفقرة رئيسية، وتحدثنا عن الأسر المنتجة وكيف نقدر ندعم الأسر المنتجة من خلال إحنا كروتانا ومنظومة روتانا وبرنامج وظائف، نقدم لهم فقرة خاصة وراح نكون إن شاء الله كل أسبوع من هذه الحلقة. ريادة الأعمال موضوع جدا كبير، لكن في السعودية قد يكون الحال مختلف تماما. كثير من الجهات في القطاع الخاص تبادر وتقول اليوم إحنا
احنا ندعم شباب الاعمال وحتى فتيات الاعمال. اليوم الجهات المعنيه حكوميه مثل بنك التسليف وصندوق المئويه، صندوق تنميه الموارد البشريه، وبعض الصناديق الاستثماريه اللي تدعم مشاريع شبابيه سباقه ايضا، بعض الجهات الخاصه لها تجارب، لكن من هو رائد الاعمال؟ كيف ندعم؟ هل التعليم ايضا يساهم؟ استفسارات كثيره جدا مشاهدينا الكرام سوف نتعرف عليها، وسوف نتعرف اكثر على مفهوم رياده الاعمال مع ضيفنا ثنيان ثنيان مستشار رياده الاعمال والمختص في جانب رياده الاعمال. يعطيك العافيه ثنيان. الله يعافيك، اهلا وسهلا اخوي محمد، شكرا على الاستضافه. ثنيان، الناس ما تفهم يعني اليوم في رائد اعمال وفي مصطلح رياده وفي رواد وفي رجال اعمال وفي سيدات اعمال، ايش المعنى برياده الاعمال؟ الحقيقه موضوع رياده الاعمال موضوع يعني فيه تعاريف كثيره في رياده الاعمال، يمكن حتى في اللغه الانجليزيه لم يتفق على مصطلح او تعريف واحد لرياده الاعمال، ممكن موجود اكثر من 50 تعريف. لكن بالنسبه لرواد الاعمال لو نعرفهم بشكل مختصر انهم الاشخاص الذين يبتكرون مشاريع تكون بغرض الكسب او الربح فيها قدر من المخاطره وعدم الوضوح من ناحيه مستقبل هذا المشروع، لانه غالبا تكون هذه المشاريع بتستهدف يعني افاق جديده لم يسبق العمل فيها. نعم. بالنسبة في شريحة أيضا من رواد الأعمال اللي هم رواد الأعمال الاجتماعيين اللي يبتكروا مشاريع بغرض الربح أو تحقيق فائدة اقتصادية وإحداث أثر اجتماعي، هذول نطلق عليهم السوشيال أنتربرينيورز أو رواد الأعمال الاجتماعيين. ممتاز. تريان، الواقع يمكن يكون مختلف شوي، اليوم لما نشوف رواد الأعمال أغلبهم عيال تجار عندنا، يعني اليوم بزنس بالوراثة وما شاء الله نشوفه يشارك في مؤتمرات وفعاليات كرائد أعمال وعنده قصة نجاح. هل الواقع ريادة الأعمال مختلفة عندنا بالسعودية؟ الواقع مختلف، يمكن قد أختلف معك أخوي محمد في موضوع أنه إذا بنتكلم عن اليوم أنه أغلبهم تجار، هذا كان في السابق. اليوم قاعدين نشوف ناس مبدعين مبتكرين مخترعين، الجيل تغير عن الجيل القديم، ما عاد صار التجارة أو البزنس حكر على طبقة معينة، يعني صارت التكنولوجيا متسارعة، المصادر المعلومات موجودة بشكل غير مسبوق، فأعطت فرصة لمن لا يمتلك مثلا الموارد المالية أو الخبرة في أمور معينة بأنه يقتحم هذا المجال. يمكن الانترنت سهل كثير العملية، وفر مصادر معلومات، وفر سهولة التواصل بالخبراء. يعني أنا ودي بس أتطرق الموضوع أنه صار عندنا عدة مسارات ممكن يدخل فيها رواد الأعمال، اللي هي لو نتطرق لها بهدف أنه ما نبغى الناس تفهم أنه ريادة الأعمال لازم تجي بشيء جديد أو اختراع. قد يكون ابتكار منتج أو خدمة أو تقنية جديدة ممكن تكون مبتكرة عن تكنولوجيا موجودة سابقا فحدث لها تطوير، مثل على سبيل المثال بعض الأدوات الكهربائية المستخدمة في المطبخ ونشوف لها إعلانات كثيرة. الشيء الثاني ممكن تقديم خدمة أو منتج موجود بالأساس بشكل أفضل عن طريق إضافة تحسينات نوعية وتطوير الجودة، ويمكن حتى استهداف أسواق جديدة لعرض هذا المنتج. هذه راح نوصل لها برضو، تطوير المنتج مع خفض السعر، وممكن الخدمة تكون لها مصداقية أكبر، سرعة أكبر، رغم أنها كانت موجودة بالسابق لكن ممكن رائد الأعمال يطورها ويطرحها بقالب جديد. صحيح. طبعا أنا ودي يعني عفوا أقاطعك أستاذ ثنيان، لأنه اليوم المشاهد لما يجي يقول ايش عندك أنت وثنيان جالسين على روسنا تفلسفون، اليوم مهم جدا نضع الأمور في قالبها الصحيح. ريادة الأعمال المصطلح هذا والمسمى للأسف في ضبابية كثيرة، الضبابية هذه ليست من عامة الناس، حتى من بعض المسؤولين الموجودين واللي قد يكونون في جهات تعتبر هي رائدة في هذا المجال وتقدم تشريعات في هذا المجال. تفضل. صحيح. يعني بالنسبة أنا أتفق معك تماما، وهذه قد تكون مشكلة يعني كبيرة بعض الشيء، بحيث أننا لم نصل للمفهوم الصحيح لريادة الأعمال، وبعض الجهات يعني ما اتفقت على تعريف لريادة الأعمال، وحصل خلط كبير بين صاحب المشروع الصغير ورائد الأعمال، ورغم أنه يوجد في فرق إذا أسعفنا الوقت ممكن نتطرق. أنا برجع لك للشركات العائلية، واليوم يعني طبعا كان في مؤتمر قبل أيام عن الشركات العائلية في السعودية، والأستاذ الاقتصادي الكبير حسين شبوخشي كان أيضا يمثل هذا المؤتمر. الشركات العائلية تدخل في إطار ريادة الأعمال؟ قد تكون الشركات العائلية ريادة أعمال، وليس بالنسبة للمشروع أو المشروع الصغير، ليس كل مشروع
ينطبق عليه أو صاحب مشروع يعتبر رائد أعمال. رائد الأعمال تنطبق عليه صفات معينة، والمشروع حتى نسميه أو نصنفه مشروع ريادة أعمال ينطبق عليه خصائص معينة قد نتطرق لها. أنا ودي الآن ما راح ننتظر قد نتطرق لها الآن، يعني إيش الصفات اللي مفترض تكون في رائد الأعمال؟ رائد الأعمال باختصار شخص مبدع يمتلك القدرة على اتخاذ القرار، يمتلك همة عالية لتأسيس منشأة، ويحصل غالبا على الإلهام من خبرة وظيفية سابقة، تدريب وتعليم، وكذلك مهارة أو موهبة أو ملاحظات أتت من المجتمع، بحيث أنه مثلا على سبيل المثال شريحة من النساء الأسر المنتجة يحتاجون لخدمة تطور أو تسوق لهم منتجاتهم، ففكر فيها رائد الأعمال هذا واستغلها. فنتكلم هنا عن استغلال الفرص. وأهم جزئية يعني في الموضوع هذا أنا جالس أنتظره، يمكن كثير مشاهدين ما قلت فلوس، ما يملك فلوس اليوم رائد، يعني رائد الأعمال هل مفترض يكون عنده رأس مال حتى يبدأ مشروع؟ أنت تكلمت عن الفكر واتخاذ القرار وكل الصفات القائد إلى حد كبير، لكن فلوس إذا ما فلوس ما تمشي الأمور. صحيح، يعني الفلوس صحيح أنها من التحديات والعوائق لرائد الأعمال، لكن في البيئة اللي نعيش فيها اليوم ليست التحدي الأكبر، لأنه في مستثمرين سواء محليا أو خارجيا يدعمون رواد الأعمال، يستثمرون في الفكرة، يستثمرون في الشباب، كذلك في جهات دعم. التحدي الأكبر أنا أتوقع أنه في عملية التحديات الخارجية من التشريعات والقوانين، الأنظمة، وكذلك الدعم الغير مالي، بحيث أنه رائد الأعمال ممكن أحيانا يكون عنده فكرة وطموح وتوجه، لكن قد يفتقد للمهارات الأساسية الإدارية اللي يصل فيها لطموحه. فأتوقع الدعم الأكبر يكون في تقديم الخدمات الغير مالية لرائد الأعمال. اليوم لما أتكلم على أي واحد عنده فكرة يسوي بحث على طريق جوجل، عن طريق محركات البحث جوجل مثلا، أنا عندي فكرة مشروع، يطلع لك مثلا كثير من الصناديق اللي تقدم الدعم سواء كانت خاصة أو حكومية. هل هذه الصناديق اليوم تتناسب مع متطلبات ريادة الأعمال العالمية؟ بمعنى أنه قبل فترة دبي احتفلت أنه اليوم أفضل جهة تدعم شباب الأعمال ومشاريع الصغيرة والكبيرة على مستوى الشرق الأوسط بشهادة البنك الدولي. اليوم السعودية عندنا اليوم يقولوا كثير من الشباب يا أخي نروح للصناديق هذه ما تدعمنا شيء، يعني حتى تحط عراقيل وشروط وفي الأخير تعطيك 50,000 ريال بالقطار. صحيح، يعني في مشاكل قد تكون في القطاع بالنسبة للدعم. مشكلة اللي نواجهها أنه دعم ريادة الأعمال شيء وليد في المملكة العربية السعودية، وجميع الجهات تقريبا تعمل على تأسيس منهجية لدعم رواد الأعمال والطريقة اللي يدعمون فيها. خلنا نتكلم بأكثر شفافية. ثنيان اليوم الناس المسؤولين عن هذه عن الدعم هذا هل هم مؤهلين؟ درسوا؟ تعلموا؟ ترى في مشكلة اليوم واحد ماسك المشروع هذا يعني أبجديات هذا الشيء ما هو موجود، وبالتالي اليوم لا ترجع منه شيء لأنه ما هو عارف تفاصيل الموضوع ويحط عراقيل وعقبات. خلنا نكون واضحين وشفافين اليوم نحل المشكلة. طبيعي جدا، يعني لو نظرنا إلى المتخصصين علميا في مجال ريادة الأعمال قد لا يكونوا يتجاوزوا أصابع اليد الواحدة، يعني من ناحية الدراسات العليا في مجال ريادة الأعمال والتخصص والاطلاع على تجارب الدول المتقدمة. المجال هذا موجود وتعمل فيه الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة وبريطانيا منذ عشرات السنين، ولكن احنا يعني الجهات الحكومية الموجودة يعني تعمل بشكل كبير أنها تحاول تواكب التطور وتحاول تصل لمنهجية تدعم فيها رواد الأعمال. طيب وبعد التواصل هذا اليوم ما في دعم، يعني كدعم للأشخاص بشكل مباشر ما في؟ بالنسبة للدعم قد يكون الدعم المالي ليس فيه مشكلة لدولة مثل المملكة العربية السعودية. صحيح. الحمد لله، لكن المشكلة في الدعم اللي هي تتعلق بالتشريعات والقوانين. على سبيل المثال أكثر مشاريع ريادة الأعمال مشاريع إبداعية، ولكن مثلا لما يجي شخص يعني يختار أنه يبدأ في مشروع إبداعي يروح لجهة معينة ويقولون له ما عندنا بند نسجل فيه المشروع هذا أو الفكرة هذه. أيضا مشاريع تقنية المعلومات لها دعم كبير في الدول المتقدمة، لكن خلينا نتخيل مثلا لو مؤسس الفيسبوك جاء بفكرة الفيسبوك لجهات المحلية
ما حد راح يدعمه. ليش؟ لأنه ارجع أنت والفيسبوك حقك. بينما في نماذج سعودية نجحت برا وعندهم الآن أبليكيشن على الأبل ستور أو حتى على أجهزة وسعوديين سجلوها برا. إحنا محتاجين بالذات في مجال تقنية المعلومات دعم أكبر، تفهم أكبر، آليات وسياسات وإجراءات الموضوع هذا. أذكر على سبيل المثال الآن عندنا مشاريع من ضمن مشاريع تقنية المعلومات الناجحة، مشروع المبدع صالح الزيد اللي مثلا تويت ميل، الدعم ما أخذوا من مستثمرين، لكن الجهات الموجودة محليا ما تدعم الموضوع هذا. وأتذكر يعني قبل أكثر من 5 سنوات ذهبت أنا وصديقي صالح الزيد نبحث عن الدعم لمشروع في تقنية المعلومات، ولكن أقفلت جميع أبواب. لكن جبت دعم المغسلة ولا مشغل؟ بالضبط، كل الناس بتقول بس على طاري المغسلة والمشغل. أخوي محمد، إحنا يعني لا نفكر دائما بأننا نجيب شيء جديد غير مسبوق. ممكن المغسلة والمشغل تترحب قالب جديد غير مسبوق وتحقق فيه ربح. وهذه مشكلة اليوم التفكير خارج الصندوق اللي زعجت فيها تيسير في الكنترول. اسمعني وشباب، عادي، احنا اليوم لازم نفكر خارج الصندوق علشان نبدأ. فاليوم عندنا مشكلة أساسية انه ما في توجيه. الناس تفكر النجاح الحقيقي في المشاريع الصغيرة في مطعم او في مغسلة او في مشغل نسائي بالنسبة للسيدات او في مكان تجميل وداتست انت. اليوم ما في احد يوجههم، وهذا يمكن يخلينا للحلقة الجاية لضيق الوقت نتكلم على دعم الجهات المعنية والأكاديمية وايضا نماذج، وراح نتكلم ايضا عن دور الجهات الخاصة. ثنيان اسمح لي أشكرك، وإن شاء الله نعد المشاهدين إن شاء الله الأسبوع القادم نستكمل حديثنا في ريادة الأعمال، وليكن ريادة الأعمال واقع سعوديين 2. شكرا لك ثنيان مستشار ريادة الأعمال. شكرا. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير وبعد الفاصل كثير من الجهات جت في البرنامج وكانت على قدر القول والفعل، من ضمنهم الشركة السعودية للأطعمة المتحدة بيتزا. خلونا نروح الفاصل ونرجع مع هذه التجربة الثرية. اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في الجزء الثاني من البرنامج. مواقع التواصل الاجتماعي تظهر تباعا اسفل الشاشه، فيسبوك، تويتر، يوتيوب. كنا قبل فاصل في الحديث عن رياده الاعمال مشاهدينا الكرام، في توضيح هام لرياده الاعمال في السعوديه بين الواقع والمأمول، والاسبوع القادم سوف نستكمل حديثنا. كثير من الشركات الرائده في مجال توظيف السعوديين في فقرة قول وفعل استضفناهم. من الشركات الرائدة شركة سعودية للأطعمة، وكان أيضا ممثلها الأستاذ خالد الصومالي تحدث عن موضوع فقرة قول وفعل. وخلونا نشوف قول بيتزا إن ونرجع للفعل. يكتبون عدد الوظائف اللي راح تطرحها شركة المتحدة للأطعمة ومواصفات هذه الوظيفة، وإذا كان هناك اشتراطات معينة وآلية التقديم. احنا في مجال الشركه طبعا نقبل طبعا الوظائف على مستوى المملكه كلها، عندنا فروعنا في مستوى المملكه كل مناطق المملكه، كل مناطق المملكه فروعنا، يعني سواء في المنطقه الشرقيه، الغربيه، الجنوبيه، الشماليه، الوسطى، الجنوبيه والوسطى، الشماليه لسه بس الا الشماليه يعني بس اللي لسه ما عندنا. ففي المناطق هذه كلها احنا في وظائف متاحه، من كاشير، مدير مطعم، مشرف، مقدم طلبات، موصل طلبات سائقين، كل هذه المجالات. في اشتراطات معينه استاذ خالد؟ اقل الحد الادنى الكفاءه، يكون عند الكفاءه زي كذا كحد ادنى وزي كذا، والرواتب كلها زي كذا. الراتب طبعا الراتب انا اقول لك نفس سعر السوق السائد، يعني ما حنعطي ذاك الراتب الكبير. الراتب آلية التقديم، التقديم طبعا عندنا في كل في الموقع على الايميل، يقدر يقدم على الايميل فيه. اذا مشاهدينا الجول كان في 11/4/2013 والفعل اتى ايضا في 23/11/2013. خلونا نشوف ما بعد الحلقة. خطوة جديدة وجادة أيضا على دروب توطين الوظائف اتخذتها سلسلة مطاعم بيتزا إن، واضعة ثقتها بالشاب السعودي الذي أثبت جدارته واستحقاقه هذه الثقة. قدمت عن طريق إعلان في أحد المطاعم بيتزا إن، وبدأت العمل في بيتزا إن كموظف استقبال، ثم ندرجت إلى فترة تدريب في المطاعم من كاشير إلى عامل مطبخ إلى مقدم طعام، إلى ما وصلت الفترة اللي هي كنت مدير تدريب. مميزات عديدة قدمتها الشركة لمن طرق بابها من السعوديين، مسهلة لهم سبل تحقيق أحلامهم بالوصول إلى أعلى المراتب الوظيفية فيها. قدمت العمل فريش بيري بيتزا إن نفس الشركة،
قدمت لهم قدموا لي مميزات ومواصفات ما كنت متوقعها. يعني أولا كتأمين صحي، كعدد ساعات أقل بالنسبة للطلاب الجامعيين، قدموا لي خدمات جدا رائعة بالتيسير لي في التواصل مع الموظفين، والترقية في السلم الوظيفي كان جدا رائع، كان يعني وسريع، ما كان يعني كانوا محتاجين يعني الشباب السعوديين يقدمون لهم خدمات جدا رائعة. أياد سعودية خالصة من قامت بعجن وخبز هذه البيتزا التي تعددت جنسية نكهتها، ولكن بقيت حاملة معها الروح السعودية. إدارة الشركة قدمت للبنات الكثير من العوامل اللي أهلتهم ودخلتهم التجربة هذه، من حيث كيفية تعاملهم مع العملاء، كيفية تعاملهم مع ضغط العمل، كيفية تعاملهم داخل المطبخ. بيتزا إن في جامعة الأميرة نيورة مهما تعددت نكهاتها إلا أنها صنعت 100% من أيدي سعودية. شكرا للزميل إياد العيان وأيضا للزميل محمد حسونة في المونتاج. والله شيء يفتخر، وحنا اليوم الشركات هذه نشد على نقول يعطيكم ألف عافية على قدر الجول والفعل. الحديث حول هذا الموضوع مشاهدينا الكرام يصرنا يكون مع الأستاذ خالد الشريف مدير الموارد البشرية بالشركة المتحدة للأغذية. مساء الخير أستاذ خالد. حيك يا مرحبا. ونهنئ أيضا الشركة السعودية بانضمامك لها، وأنت أيضا من الكوادر الجيدة في مجال الموارد البشرية واللي إضافة لأي مكان. الله يسعدك يا رب. لو قدمنا لك فرصة عندنا ما عندك مشكلة. فرصة فرصة وظيفية. فاجأتك ها؟ لا نبي نخلي المجال هذا للشباب السعوديين نضيفهم عندنا أكثر في الله يعطيك الشركة عادة. المتحدة. أستاذ خالد، أول شيء نهنيكم على فرع جامعة الأميرة نورة، كادر نسائي 100%، بعد مناوشات عديدة جدا استقرت أنه اليوم الأيادي سعودية والعجينة سعودية والأفكار سعودية والمنتج سعودي 100%، والتنفيذ سعودي، والكفيل سعودي. نعم التنفيذ التنفيذ سعودي 100%. جامعة الأميرة نورة طاقم بالكامل سعودي نسائي 100%، وهي تجربة رائدة بالنسبة لنا. ظهرت معنا في التقرير الوقت فجر، هذه أول مديرة مطعم في السعودية ما شاء الله. وإن شاء الله ما تكون الأخيرة. زي ما قلت لك هي تجربة إن شاء الله تكون رائدة ويستفيدوا منها الآخرين في القطاع الخاص، وإحنا لابد أنه في الشركة المتحدة للأغذية هدفنا جدا أنه تكون المرأة السعودية جزء من نجاحنا. نعم، ونعمل على هالشيء بإذن الله. زي ما قلت لك الطاقم تم تأهيلهم وتدريبهم لمدة معينة. كم تقريبا؟ ثلاثة أشهر قبل ما يبدؤون بالعمل. تم تأهيلهم وتدريبهم على العمل، التعامل مع العملاء، التعامل مع الأجهزة، أيضا الطهي، وما شاء الله يعني البنت السعودية بعدتها شاطرة ما شاء الله. فما شاء الله عليهم بيض الوجه، ونأمل منهم إن شاء الله أكثر وأكثر، ونأمل أنه أكثر وأكثر فروع تكون عندنا فيها تواجد نسائي بحسب النظام العام. اليوم احنا طبعا نذكر مشاهدينا انه الشركة السعودية الشركة المتحدة للأغذية بيتزا إن كانت معنا في تاريخ 11/4، وذكروا انهم بيقدمون 100 فرصة وظيفية، جاهم العديد من الشباب السعوديين في الوظيفة والتحقوا في جميع فروع المملكة. ايضا بالنسبة لجامعة الأميرة نورة وإنشاء أول فرع نسائي كان الحمد لله يعني أمنية وحلم كان على الأستاذ خالد الصومالي لما تحدث عن الموضوع، والحمد لله اليوم إحنا قاعدين نشوف على أرض الواقع. أنا بتحدث عن تجربتكم في التوظيف النسائي اليوم، السيدات إلى السيدات، هل أهم العقبات اللي واجهتوها حتى يعني تأطروا الفرع هذا ويكون أيضا أساس لفروع ثانية؟ مبدئيا كانت المشكلة الأولى في الاستقطاب، لأن ساعات العمل مبدئيا كانت صعبة على البنات في البداية. حاولنا نتجاوز العقبات، أعطيناهم جداول مرنة، أيضا الاستمرارية في العمل، بس إن شاء الله بعد التدريب والتأهيل البنات استمروا، والآن صاروا يأهلون زميلاتهم الجدد اللي يجونهم الآن في المطعم. أيضا أضفنا العامل النسائي في إدارة الموارد البشرية بحيث أن العقليات تكون متقاربة والتفاهم يكون موجود، الكوميونيكيشن يكون أسهل بحسب العادات والتقاليد. صحيح. لأن البنت السعودية أحيانا يشوبها الخجل. صحيح. فلما تكون تتعامل مع
امرأة مثلها يكون سهلنا عليها التواصل أنها توصل شكواها وتحل بأسرع وقت ممكن. ممتاز. اليوم لما نتحدث على هذا الموضوع راح نشوف إن شاء الله فروع ثانية حتى وإن كانت في بعض المولات اللي موجودة إذا كان عندك توجه بعض الجامعات اللي موجودة. تتوقع اليوم أهم عقبة واجهتكم في هالموضوع أو إلى الآن جالسة تواجهكم والآن أمام منبر وفضاء واسع لنقل هذا الهم؟ والله إحنا الأكبر مشكلة ممكن تكون مواجهتنا اللي هو نظام العمل فيما يتعلق إدارة الفرونت أوفيس اللي هو الكاش الأمامي. حاليا يعني ما زالت محدودة المساحة المعطاة للمرأة في المجال، لكن احنا ما حنوقف هنا، حنبدأ بالباك اند للمطعم في سواء في البيتزا ان او الفريش بيري بحيث انهم يبدوا من هناك الى حد ان ان شاء الله نتجاوز العقبات ويكون وزارة العمل متعاونة معنا اكثر في المجال، لأن المرأة السعودية تستحق أنها تكون جزء من التطوير وجزء من نمو البلد. صحيح. وأيضا أستاذ خالد أنا يعني أشد على إيدك في الموضوع، واليوم نتوجه إلى نقول التعليم العام، التعليم العالي، المرأة أصبحت شريكة في المجتمع. 2013-2014 شهد نقلة نوعية بالنسبة للمرأة، إذا نتكلم على نسبة العاطلين أو الباحثين عن العمل بالنسبة للمملكة العربية السعودية حسب آخر إحصائية 80% كلهم من السيدات. صحيح. هذه كانت إحصائيات حافز، فلا بد أن نفتح أفاق يقابلها أيضا تطور وتصير في مشاكل. اليوم ما في أي جهة تخلو من المشاكل، لكن اليوم خليها تظهر المشاكل الآن ومستقبلا يتم تلافي وتلاشى مواجهة المشكلة. يعني نواجه المشكلة زي ما يقولوا هيد أون، نحل المشكلة على نطاق ضيق وبعدين نبدأ نطبقها على نطاق واسع. الحمد لله زي ما قلت لك في أيضا تواجد للمرأة عندنا في إدارة الموارد البشرية. ممتاز. هذا أيضا شيء جديد وعلى مستوى يعني عالي، على مستوى بيرسونال أوفيسر اللي هي مسؤولة شؤون موظفين، وليس يعني بس مجرد كاتبة أو مدخلة بيانات أو أدوار محجمة، لا بالعكس، عشان تكون داعمة للعنصر النسائي. نعم. أكثر تفاهما معهم، يكون الكوميونيكيشن بينهم والتواصل واضح إن شاء الله. نعم. أحد الموظفين يعني وقلتها تقريبا في حلقات سابقة أنه قابلني وأنا أطلب وجبة، قال لي تعال أنت مطلع في برنامج وظائف تتكلم اليوم كل شيء كويس إلا في مشكلة أساسية. إحنا اليوم كشباب سعوديين، وهذه يعني ذكرها من موضوع إنساني، شاب سعودي موجود في المطعم، مدير أجنبي، المدير يأخذ راتب أقل من الشاب السعودي. ليش؟ لأنه وزارة العمل فارضة رقم معين أو بالنسبة لهم، والشاب الآن الأجنبي يأخذ راتب أقل ومستوى المستوى عالي بالنسبة له الوظيفي. كيف قدرتوا تعملوا توازن في هالموضوع؟ وإن اليوم بعد تتحدث عن جانب إنساني. الأجسمنت اللي عملناه في الفترة الأخيرة حاولنا نقارب بين مستويات الدفع، رغم إنه السعودي ما زال أعلى، لأن السعودي أنت عارف عليه مسؤوليات وتطلبات أخرى وما يوفر له السكن مثل الأجنبي. الشخص الأجنبي. نعم. حاولنا نقرب قدر الإمكان بينهم، وتم التعاون مع شركات عالمية وضعت سكيلز. نعم. تكون منصفة جدا إن شاء الله، ومن أفضلها تنافسيا في السوق بالنسبة لغير السعودي. نعم. أخيرا أستاذ خالد الشريف، اليوم عندكم أيضا مشروع خلال هذا الشهر لتوظيف شباب سعوديين. نعم. نحتاج والكل يترقب هذا العدد والفئة مجموعتها 45 وظيفة. 45 وظيفة في هذا الشهر، في توظيف فوري. نعم. يعني ما في مماطلة، يعني تجي تسلم سلام عليكم. سلام عليكم. قابلت وكان إن شاء الله يعني تناسبت معك الوظيفة وأنت مناسب للوظيفة، توظيف فوري ممكن تداوم بعد يومين ثلاثة أيام مجرد إجراءاتك. في المطعم 35 وظيفة في قطاعات المطاعم والفريش بيري. نعم. والعشر 10 وظائف إدارية ما بين موارد بشرية وما بين الإدارات الأخرى للجنسين. نعم. للجنسين. ممتاز جدا. التقديم كيف الآلية؟ عن طريق الموقع؟ عن طريق الموقع وعن طريق زيارة الشركة فورا، ممكن الشباب يزورونا ويقابلونا إذا عندهم الوقت وإحنا نرحب فيهم. إذا المشاهدين الكرام سجلوا معنا اليوم تاريخ 23/11/2013 جول جديد، وإن شاء الله إحنا متأكدين وتفعلنا تكون على قدر الفعل. وبالمناسبة أنتم من أسرع الشركات اللي تعاونت معنا. نتكلم على بداية الموسم والآن إحنا في موسم جديد أو في نهاية الموسم الماضي موسم جديد، فمباشرة تم التوظيف وكلنا ترى مبسوطين. أستاذ خالد مع الموضوع. أستاذ خالد الشريف نطلع المزيد، مدير موارد البشرية بالشركة المتحدة للأغذية بيتزا إن. شكرا لك. شكرا. يعطيك ألف عافية. تحياتنا لجميع زملائكم الشباب السعوديين اللي فعلا أثبت أنهم كفو. شكرا. أيضا مشاهدينا نذكر مشروع خاص للطلبة اللي يدرسون في الجامعات وحتى الطالبات، بإمكانكم الالتحاق والتفاصيل أكثر. فاصل قصير مشاهدينا الكرام، وبعد الفاصل شاب كان يشاهدنا في البرنامج واليوم هو زميل مهنة ومراسل تلفزيوني في برنامج وظائف، والآن هو يعمل في إحدى الجهات الإعلامية الحكومية. كرما ابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في الجزء الثالث من البرنامج. موقع التواصل الاجتماعي تظهر تباعا أسفل الشاشة.
الشركة المتحدة للأغذية بيتزا إن تقدم 45 فرصة وظيفية، 35 فرصة وظيفية في جميع فروعها ومطاعمها، وعشر فرص وظيفية إدارية. التفاصيل عن طريق موقعنا سواء كان تويتر أو عن طريق الموقع مباشرة أو توجهوا لإحدى الفروع. في بداية الحلقة نوهنا أنه أحد المشاهدين كان زميل لنا، ما كان زميل، أحد مشاهدين بعدين صار زميل لنا إعلامي، كان عنده تجربة جيدة وقصة نجاح ممتازة جدا مشاهدينا في طريقته وحرصه جدا على يكون واحد من أهم النماذج الشابة الإعلامية اليوم في صناعة التقارير التلفزيونية. عبد العزيز صوانع زميلنا، ما أدري نقول سابق لكن ما زلت حاليا على تواصل، يعطيك العافية عبد العزيز. الله يعافيك، حياك الله يا نور. عبد العزيز كثير من المشاهدين يعني وحنا ننوه في تويتر أنه راح يكون معنا سألوا عبد العزيز كيف القصة، عدنا القصة مرة ثانية. كانت بداياتي يا طويل العمر اطلعت أول شيء على البرنامج على قناة روتانا خليجية، عجبتني فكرة البرنامج مع بداية البرنامج طبعا. اي نعم، فكرة البرنامج جدا جديدة، ما في أحد سبق المجتمع بهالفكرة هذه. كنت أنا أعرفك طبعا من قبل، أنا أتابع برنامجك السابق طبعا، بعد ما شفت فكرة البرنامج وأداءه وكيف كان راح يخرج طمحت أني أنا أكون أحد الكوادر في البرنامج هذا. في البداية كلمت أحد الإعلاميين، أحد الزملاء عندكم، تواصلت معه عن طريق برنامج تويتر وقال لي خلاص. طبعا احنا اول شيء نمسي عليه زميلنا زياد العصيمي، الله يعطيه العافيه، وايضا زميل هو معد في برنامج دروب الشعر، الله يعطيه العافيه. فكانت هو بداياته، استقبلني جلس معي، وش فكرتك، وش هدفك، وش بتوصل له، يعني وش كيف كان طموحك. فمن يومها بديت انا اشتغل على نفسي، اقرا، اطالع التقارير الاعلاميه، خروج الاعلاميين كيف تكون طريقته، وقفته امام الكاميرا، بديت احاول اطور من عمري واطور من نفسي. فمع الأيام تقابلت، نسق لي اللقاء، كان معك، نسق لي معك لقاء وأجريت، ما أذكرها أنا كنت أذكرها، كانت مقابلتين شخصية كانت جدا ممتعة. كنت تسألني يعني وش هدفك، ليش تحاول تشوف أنت يعني كفكرة، هل أنا ملم بالمجال الإعلام، هل أنا أطلع بالشيء هذا. فالحمد لله اجتزت المقابلتين الشخصية، فقلت لي إذا أنت بنعطيك فترة شهر كامل تحاول أنك تجتاز الفترة هذه، إذا اجتزتها بنجاح راح نضمن لك وظيفة بإذن الله عندنا، إذا ما اجتزتها راح نعتذر منك في يوم من الأيام. فمن يومها خلاص صار شلت هم انت انه شلون الان صار شلت هم شلون يعني انه تبغى تثبت وجودك. صار شغلي الشاغل اني انا ابحث في مجال الاعلام، اقرا التقارير الصحفيه، التقارير الاعلاميه، اسال واشوف الاعلاميين وش طريقه هذا يختلف عن هذا، وش الايجابيات في الجانب الفلاني والايجابيات في الجانب الاخر. فمن يومها حاولت اطور نفسي، اجتهدت، اشتغلت على نفسي. كذلك يعني أذكر زميلي حسن بكري، الله يعطيه العافية، ما قصر معي. صحيح. كذلك يعني وقف معي وقفة جدا ما أنساها. وشوف طبعا معاناة بالنسبة للتقارير ومعاناة المراسلين اليوم، انتظار بالساعات، المصورين، دروب لا قدر الله، يعني عندك حلقة راح تكون بكرة أو اليوم الثاني أو الثالث وأنت الآن ما عديت مادة، علاقتك مع المجتمع وفي تواجدك في السوق يمكن في فترة البداية يمكن مع أطياف كثيرة، معاناتك مع جهات أمنية كثيرة في موضوع التصاريح وموضوع، يعني شفت يمكن اليوم صارت عندك خبرة كبيرة وصرت تدرس في الموضوع. نعم أذكر صارت لنا مواقف كثيرة. إيش المواقف اللي تذكرها كانت يعني يمكن وقتها قلت يا ليتني الله يسامح محمد رديني وبرنامج وظائف وروتانا. أذكر في يوم من الأيام كنت أخذ لقاء في المملكة، فتفاجأت بأن عضو الهيئة يقوم ويمسكني وبنوقفك وبنرفع عليك تقرير ويلا ومشاكل كثيرة. أنا طبعا تمنيت في يوم أني أنا يعني ما دخلت مجال الإعلام نهائيا، ما كنت أتوقع أنه يعني إن لهالدرجة أنه فيه مشاكل أو فيه بعض. وطبعا أذكر أنه وقتها لما رجعنا الموضوع أنه التصريح ما كان بالنسبة ما كان متواجد معكم، اليوم صار فيه بينك وبين المصور والجهات الأمنية. هذه طبعا إحنا نتشكر تواجدها، تدعمنا كثير في الموضوع خاصة بالتنظيم يعني وأخذ لقاءات السيدات والشراكة الحقيقية في مجموعة المملكة. عبد العزيز استمريت معنا، وأذكر إحدى الزميلات عندنا
والشباب اللي كانوا معي في البرنامج انه اليوم صار فيه تاخير، فقالوا يا اخي جبنا واحد جاهز، يا اخي جبنا واحد يبغى يتدرب وكذا واحنا ما عندنا وقت. فاذكر زميلتنا واحده من الزميلات طبعا قالت لا اعطوه الفرصه اليوم، واعطيناك الفرصه والحمد لله تميزت، واليوم اصبحت الان حتى تقدر تكتب تقارير صحفيه وتلفزيونيه وموظف في احدى المنشات الحكوميه في المكتب الاعلامي. هالنقله النوعيه عبد العزيز في فتره قياسيه وانت طالب جامعي يمكن بالاساس، كيف شفتها؟ هل انه تعتبر انه التجربه كانت سريعه وبالتالي اضافت لك، يعني لو جلست 4 سنوات 3 سنوات يمكن ما يكون لك فرصه؟ اعتقد ان هي على شخصيه الشخص واحد، يعني اذا كانت شخصيتك انت راح تطور من نفسك، راح تشتغل على نفسك، بطبيعة الحال أنك راح تكون تجربتك الإعلامية أفضل ويكون تطوير عندك أسرع بشكل صحيح. كبير جدا. أما في حالة أن الواحد بيتقاعس وبينتظر وبيصبر وزي كذا، يعني بيكون تطوير عنده جدا بسيط. طموحاتك يا عبد العزيز في ختام هاللقاء؟ إن شاء الله أطمح إن شاء الله أكون في يوم من الأيام المتحدث الرسمي لإحدى الجهات الحكومية. أتمنى لك التوفيق وبإذن الله أنك قدة وقدود، اليوم فترة بسيطة حققت إنجاز. أتمنى لك التوفيق عبد العزيز صويني، وإن شاء الله نكون دائما شركاء في صناعة النجاح، وهذا هو سلوغن إذا كان خليجية شبابها أدرى بشعابها. فإحنا أيضا لدينا العديد من قصص النجاحات، والدعوة لمشاهدين الكرام أنه اليوم بإمكانك تكون عضو مساهم في مجموعة روتانا، تحديدا في برنامج وظائف للمشاركة كمراسل ككتابة تقارير أو حتى المشاركة في فقرة جانبية. شكرا لك عبد العزيز، أتمنى لك التوفيق، وإذا صرت متحدث رسمي رد علينا، ترى بعض المتحدثين ما عاد يردون إن شاء الله. شكرا لك. فمشاهدي الكرام نذهب إلى تقريرنا طبعا المعتاد في نشرة التوظيف واللي عدى الزميل مرتضى اليوسف، نتابع التقرير ثم نعود. إذن مشاهدينا الكرام فاصل قصير، وبعد الفاصل نبقى مع زميلة تيسير مفرج وفقرة كذا صح، وهذه المرة السرية في بيئة العمل. كرما ابقى معنا. أهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام في الجزء الأخير من البرنامج. مواقع التواصل الاجتماعي تظهر تباعا أسفل الشاشة. بيتزا إن تعرض 45 فرصة وظيفية، 35 في المطاعم و10 فرص وظيفية للجنسين بالنسبة للشؤون الإدارية، التفاصيل في الموقع. فقط كذا صح زميلة تيسير مفرج أخصائي العلاقات العامة والإعلام بهدف. مرحبا تيسير. تيسير سرية اليوم حديثنا، و يعني حدثنا عن السرية وكيف الواحد يعني يتحدث عن أسرار العمل. والله لا تقدر تعذرني ما أقدر أتكلم. أيوه سر
سر؟ إيه؟ مو بسر عاد روتانا وأسرارنا صارك أنت يفترض محمد أنه هذه هي الإجابة اللي تكون موجودة عند كل من يسأل عن أسرار العمل. بس دائما الإجابة اللي موجودة عندهم بقولك بس لا تقول لحد. وهذه بنتكلم عنها محمد بشكل كبير. أول شيء بالنسبة للمحافظة على سرعة العمل هي اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل الحفاظ على أسرار بيئة العمل. لما نبغى نعرف السر، السر ماله تعريف معين محمد، لكنه إذا بناخذه من ناحية اللغة فحنا نتكلم إنه كل ما واحد أسر حاجة في نفسه سميت سر. لكن وش الضابط الرئيسي في معنى كلمة سر؟ قد أقول لك معلومة، أي معلومة، إنه هذا البرنامج مثلا برنامج تسجيلي أو برنامج مباشر، هذا قد يكون سر أحيانا وقد يكون لا، على حسب وضعي أنا لما أقول لك المعلومة هذه. صحيح. لكن بشكل عام داخل بيئة العمل كل شيء أنت تطلع عليه لم يكن باستطاعتك الاطلاع عليه إلا لأنك موظف ويعتبر من أسرار العمل. لا. هذه قاعدة أساسية، لأنه في معلومات كثيرة، يعني أنت تخيل لو ما أنت موظف داخل بيئة العمل ما راح تطلع على هذه المعلومات، فبالتالي هو سر. أحيانا قد يعني قد يكون السر أو من أحد أسرار العمل أنه طريقة إعطائك هالمعلومة. يعني إذا شفت مديرك محمد قال لك لو سمحت تعال وسكر الباب وقال لك على شغلة معينة، فأكيد أنها سر. إذا قال لك إياها بصوت خافت فأكيد أنها سر. إذا هو أصلا نبه عليها بشكل مباشر انه هذه رجال المعلومات هذه غير قابله للنشر، فاكيد انها سر. او ارسل لك على ايميل بصفه شخصيه كمان سر اكيد. لكن بشكل عام بغض النظر عن كيف طريقه كيف تعطى المعلومه، كل المعلومات داخل بيئه العمل هي سريه، وهي من حق المنشاه في موضوع نشرها او عدم نشرها. احيانا ممكن واحد يطرح انه انتم موسوسين كثير، يعني ليش موضوع السريه؟ خلينا ناخذ من اكثر من ناحيه. الناحيه الاولى انه لماذا هناك سريه في العمل؟ اول شيء مشروعيه العقد، والعقد هو شريعه المتعاقدين، والعقد هو يعني هو ميثاق بين طرفين، بين صاحب العمل وبين العامل، فبالتالي مهم جدا الارتباط بهذا العمل. ويعني يكفينا قول الله سبحانه وتعالى واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا، فبالتالي السريه تنطلق من الميثاق الحقيقي وهو العقد بينك وبين المنشأة. أيضا محمد من الأمور اللي تدفعنا للسرية هو القيمة. أحيانا قد تكون قيمة هذه الشركة أو المؤسسة بأسرار العمل اللي فيها، ممكن تكون منتج، فبالتالي الخلطة اللي موجودة داخل المنتج أو البحث أو الدراسة اللي موجودة هي سر نجاح هذه المنشأة، فبالتالي أساسا هي جوهر عملها هو سر. صحيح. فبالتالي هذه من أهم أسرار العمل. أضف محمد بذلك أنه أحد أسباب النجاح هي السرية. الرسول الله صلى الله عليه وسلم عليه قال استعينوا على إنجاح الحوائج بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود. طبعا في روايات تتكلم اقضوا حوائجكم بالكتمان. إذا الكتمان هو أساس رئيسي في موضوع إنجاح العمل، خصوصا داخل بيئة العمل. إذا نبغى نتكلم محمد إنه وين أنا ألقى مظاهر الخيانة ونشر. صحيح. أنا أسميها خيانة، وأنا يعني أتعمد هذا اللفظ لأنه نشر أسرار العمل هي خيانة. صحيح. وين نلقى ممكن بعض مظاهر، ويعني اللي بذكرها الآن إذا كانت ظاهرة حتى على الشاشة. لا. اللي بذكرها هي بعض مظاهر وليست الكل، يعني هي للمثال وليس الحصر. المعلومات اللي تسرب إلى وسائل الإعلام احد مظاهر نشر المعلومات ونشر السريه. المعلومات حتى وان كانت يعني اليوم في مشكله قاعده تصير وموظف نشرها، لانه اليوم هذا غلط، ما لم يكن مصرح لك من مديرك المباشر او بشكل قانون، يعني اذا انت متحدث رسمي لا انت يحق لك. صحيح. لكن في الاخير لا تسرب اي معلومه الشركه لا تبغى. صحيح. او المنشاه او الجهه الحكوميه ما تبغى تنشرها. صحيح. ايضا تسريب بعض المعلومات للمنافسين هو من نشر اسرار العمل. تسريب الابحاث والدراسات، تسريب عقود وصفقات، البرزنتيشن والخطط قد يتساهل البعض في تناقلها وهو من اسرار العمل. نقل المشاكل الداخلية من أسرار العمل. يمكن أهم نقطة كمان محمد في نشر المعلومات، وهذا اللي أنا أبغى نبدأ عليها بشكل مباشر. نعم. أنه إذا أنت كنت موظف في جهة حكومية فيها معلومات عن المواطنين، فيها معلومات عن مواليد، عن أمراض، عن مرضى، عن كذا، احرص على الحفاظ على سرية هؤلاء العملاء، لأنهم في الأخير هم عملاء لك، ونشرها غير منطقي وغير جائز حتى شرعا. صحيح. لما تنشر عن واحد مريض بأي حجة كانت. صح. أحيانا قد نرتكب جرائم بحسن نية. صحيح. فلان مريض بالإيدز ادعوا له. طيب يا أخي المفروض ما تقول، يعني مهما كان في الأخير هذا تمنك على سرية. ومن هذه المعلومات ومن هالأشياء محمد اللي انتشرت عن سرية المعلومات، ما نتابع أحيانا بتويتر وبالبعض المقاطع لما يكون مدرس داخل الفصل لما ينشر إجابات الطلاب حتى يضحك الناس ويزيد المتابعين عنده، أو حتى أنا لما أأتمن عندك ابني ويخطئ ابني عندك تروح تصور عشان تضحك عليه الناس، انا اعتقد انها يعني سلوك مشين جدا يقوم فيه البعض، وهو يعتبر من نشر اسرار العمل. ان شاء الله ما تكون الدمه وسيعه، وحنا ان شاء الله يعني انه ناكد على مفهوم المهنيه العاليه واللي ايضا ينبني منها ايضا الكتمان والسريه والحفاظ على السريه، لانه دائما والمشاكل يا اخي امريكا خرب بيته ماذا حق في الوثائق والاشياء.
فالمهنية والأمانة موجودة كثير في بيئة العمل لمصلحة وحتى مدون مصلحة. ياسين فرج أخصائي العلاقات العامة والإعلام، شكرا لك ولحديثك وموعدنا الأسبوع المقبل. شكرا موصول لكم مشاهدينا الكرام، أتمنى أن تنال هذه الحلقة على استحسانكم. موعدنا الأسبوع المقبل. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. إلى اللقاء.